السلام عليكم، معكم خالد ديمي كاشيش، ميوزيسيان عازف آلة كمان كما راكم تشوفوا من مدينة العاصمة، خريج جمعية الخارجية والمعهد الوطني بيتو المعهد البلدي للموسيقى يعني كونسرفاتوار لاجي. دونك ماشي نحكي لكم حياتي، شو با لا بور سا. دونك على دوموند دو لاباج تاع الأندلس طلبوني في واحد الاستخبار اللي هو استخبار ممول، قال لك دو بريفيرونس اصالي. دونك راح نلعبوها على دوموند ان شاء الله يكون في حسن الاعجاب بكم. هذا كان لي ديفيرونت بارتي تاع الاستخبار الموال بلوز او موان اصالي. ان شاء الله يكونوا طلقنا لي ديفيرونت البيات اللي فيه. دونك جو دوني نوسيون على لاكتواليزاسيون، جو دي كاش راهو تلعب دوك بلوز او موان في العراس ولا في الحفلات بالطبع جديده كيما نقولوا، ما نخلطوش بزاف باش ما نوجعوش الناس اللي ما تحملش تخرج من لا كونسيرفاسيون. اون فوا تاتر بلوز او موا في الحدود، نعطيكم غير مش من صغير بك. Thank you.
فوالا عطيناكم غير شويه دوره صغيره برك، ان شاء الله نكونوا في تطرقنا لكل النقاط اللي طلبوه منا في الصفحه تاع الاندلس. ولا كان الشرف عرضونا الصفحه في طور ديكوفر الصفحه هذه، نحكي شويه على الصفحه سيفو بيرميتي. ديكوفرت الصفحه هذه بارازار، عجبتني بزاف، وكنت بعثت ميساج للادمينستراتور تاع الصفحه باش نشكرو، وقعدنا في كونتاكت وطلب مني هذا المجموع الصغير. يا خويا ان شاء الله نكونوا شاركنا بهذا المينيموم تاعنا في تطوير الصفحه ان شاء الله، ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، ميرسي بوكو.